يقول لماذا التحذير من أهل البدع والأمة تصارع العداوة مع اليهود والنصارى والعلمانيين جزاكم الله خيرا؟ ما يمكن للمسلمين أنهم يقاومون اليهود والنصارى إلا إذا قاوموا البدع التي بينهم، يعالجون أمراضهم أولا حتى ينتصروا على اليهود والنصارى. أما ما دام المسلمون مضيعين لدينهم ومرتكبين للبدع والمحرمات ومقصرين في امتثال شرع الله فلن ينتصروا على اليهود ولا على النصارى، وإنما سلطوا عليهم بسبب تقصيرهم في دينهم. فيجب تطهير المجتمع من البدع، تطهيره من المنكرات، يجب امتثال أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن نحارب اليهود والنصارى. وإلا إذا حاربنا اليهود والنصارى ونحن على هذه الحالة فلن ننتصر عليهم أبدا، وسينتصرون علينا.